مي حلمي تقضي إجازة مميزة مع خطيبها. ظهرت برفقته على اليخت في دبي، أخفت وجه هويجته أثارت فضول المتابعين. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل ظهور مي حلمي مع خطيبها. شاركت مي حلمي المتابعين عبر حسابها الشخصي على إنستغرام بصورة جمعتها بخطيبها، وظهروا معا على أحد اليخوت في دبي أثناء الاستمتاع برحلة بحرية مميزة. حرصت مي على إخفاء ملامح خطيبها، وضعت رمز تعبيري عبارة عن قلب أبيض لإخفاء ملامحه. فأعلنت مي إنها لن تعلن عن هوية خطيبها إلا بعد إتمام مراسم الزواج، واكتفت بتعريفه أنه رجل أعمال ارتبطت به من عدة شهور. وخلال فترة الاحتفال بعيد الحب وعيد ميلادها، نشرت مي المفاجآت اللي أعدها إلها حبيبها في غرفتها وفي المطعم اللي ذهبوا إليه في نهاية اليوم، وكانت حريصة على عدم ظهوره معها حتى ما يتعرف عليه المتابعين. تم تكريم مي حلمي مؤخراً في حفل الأفضل، وحصلت للعام الثاني على التوالي على جائزة أفضل مذيعة برامج رياضية. بعد التكريم أجرت مي مجموعة من اللقاءات المصورة مع كاميرات المواقع الإلكترونية والبرامج التلفزيونية. رفضت مي مقارنتها بغيرها من السيدات، وفضلت إذا تمت المقارنة أن تكون بينها وبين هيفا وهبي أو نانسي عجرم أو إليسا، لكنها انسحبت بدون استكمال اللقاء بسبب السؤال عن طبيعة علاقتها بمحمد رشاد بعد الانفصال. مي حلمي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها بحضور الشيف التركي بوراك، وظهر وهو يقدم لها كعكة عيد الميلاد، وبعدها قامت مي باحتضانه وشكره على الاحتفال فيها. عاشت مي حلمي قصة حب كبيرة مع المطرب محمد رشاد في بداية شهرتها، وفي يوم زفافهم حدث خلل أسري كبير تسبب في مغادرة رشاد للفندق، وبعد فترة فاجأ المتابعين بحفل زفاف كبير، وأكد إنهم أقاموا الحفل بشكل مفاجئ حتى تغيب عن وسائل الإعلام اللي كانت السبب في فساد حفل الزفاف الأول. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.